السلام عليكم مازول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. جبنا لكم غرفه نوم اللي بزاف شاب على بالي بزاف ناس راح يعجبهم هذا الموديل اللي راهو تحت اسم هوليود 2. خاوتنا بعد ما شفنا الان رانا جبنا لكم الموديل الثاني خاوتنا، ان شاء الله ينال يعجبكم. صح قبل ما نبداو لكم لا فيديو ماذا بيا كامل تابوني وتفعلوا زر الجرس وتروحوا تشوفوا الهدايا خاوتنا. رانا دائما نذكركم الهدايا، اللي ما راهوش مشارك يروح يشارك، يعني طريقه سهله. والهدايا اللي على بالي باللي كامل راح تنال اعجابكم. نبداو لكم على بركه الله باللي تاعها كدوا لي حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا بدي بوطون، يعني رايستي البومبي بدي بوطون حاجه ما شاء الله. لي كوتي تاعها كذلك راهم كابيتوني، لي بي لي راهم في اللون الابيض بسكولتاج وراهم مرفودين على الارض حاجه مانيفيك كما نقولوا خاوتنا. وراهو فيها كذلك اون بونكات كما راكم تلاحظوا اللي راهي مرفوده بدي بي غازيل. القاده تاعها كذلك راهي بنفس الكابيتوناج تاع لولي ونفس الديزاين تاع لي بوطون وجايه بومبي خاوتنا. ننتقلوا نشوفوا لي طاب دي نوي خاوتنا. لي طاب دي نوي راهم بي غازيل مرفودين على الارض حاجه ما شاء الله. فيهم دو تيروار قاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق، دو تيروار اللي راهم برايا غليسونت حاجه ما شاء الله، يعني حاجه فاصل خاوتنا مش حتعبكم في الفتح. اما الداخل راهم يرفدون ما شاء الله كما راكم تلاحظوا. ننتقلوا ونشوفوا الحاجه اللي بزاف شباب هذا غرفه النوم اللي هي لاكوافيز خاوتنا كما راكم تشوفوا. فيها دي سبوت في المرايه تاعها اللي راهي حاجه ما شاء الله. فيها 5 تيروار خاوتنا كما راكم تلاحظوا. لي بي اللي راهم غازل كذلك خاوتنا، يعني مرفودين على الارض. وفيهم ان بوف هديه من محل اثاث الثقه كما راكم تشوفوا خاوتنا. اما بالنسبه لاكوافيز خاوتنا المرايه تاعها تقدروا تخيروا لي سبوت يكونوا بهذه الجهه او تحبوا تقلبوها خاوتنا يولوا لكم لي سبوت من الفوق كذلك خاوتنا وتكون فارغه من تحت كما راكم تشوفوا. يعني سواء هذا الشكل سواء الشكل اللي وريناه لكم خاوتنا، كيما تحبوها تتموضا تتموضا خاوتنا، يعني على حسب الذوق تاعكم. اما بالنسبه للقاعده، القاعده راهي زجاجيه في اللون الاسود حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. لي تيروار كيما على بالكم 4 تيروار، دو تيروار من الجهه لاغوش من الجهه لادروات. لوفرتور راهي غليسونت فاصيل بزاف خاوتنا، وكان كذلك ان تيروار في الوسط كيما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله. وكيما قلنا لكم دي بي غازيل مرفود على الارض. البوف هذا اللي راهو مريح بنفس الكابيتوناج تاع لولي خاوتنا. لي بي راهم غازيل كذلك، يعني راهو مرفود على الارض حاجه ما شاء الله. ننتقلوا للمرآه الغرفه خاوتنا، لا غاردروب كيما راكم تشوفوا. لا غاردروب خاوتنا صدقوني غير حاجه ما شاء الله كيما راكم تلاحظوا. فيها دو بورت اوفرونت دو بورت كوليسونت في الوسط حاجه ما شاء الله، راهي مرفوده على الارض بدي بي غازيل كيما راكم تلاحظوا خاوتنا. فيها 4 بي من تحت حاجه ما شاء الله، ولا فينيسيون كيما راكم تشوفوا فيها الان عن قرب خاوتنا حاجه الله يبارك. فيها ان ديزاين لي بزاف شباب، لابورت اوفرونت كيما راكم تلاحظوا بالبواني هذاك اللي راح يسهل لكم يعني عمليه فتح الباب. هذا لي ديزاين تاع الكاروات خاوتنا راح تلقاوه من الجهه اليمنى والجهه اليسرى. وكيما راكم تشوفوا التقسيم الداخلي اللي راح نشوفوه بعد قليل، يعني حبينا فقط نورو لكم باللي راهي بورت اوفرونت لي اوفرتور تاعها بزاف فصيل. اما بالنسبه لي بورت اللي راهم في الوسط راهم دو بورت ميروار بانو خاوتنا حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. فيهم تصميم بالفيزو حاجه الله يبارك خاوتنا، يعني زاد طبع فيها هذا لاغارد روب. ان شاء الله يكون عجبكم الهيكل الخارجي خاوتنا. ننتقلوا ونشوفوا التقسيم الداخلي خاوتنا كيما راكم تشوفوا. دريسينغ ما شاء الله حاجه الله يبارك، يعني كاين 5 ايطاجر من الجهه اليمنى والجهه اليسرى خاوتنا، دو زيطاجر من الفوق خاوتنا اسباس بور لا ترانجل من الجهه اليسرى، وطرواز زيطاجر كذلك اللي راهم بلوس من الجهه اليمنى حاجه ما شاء الله. وكيما راكم تشوفوا لا فينيسيون اللي شفتوها من برا كذلك راح تشوفوها من الداخل في لي زيطاجر اللي راهم واسعين كيما راكم تلاحظوا خاوتنا حاجه ما شاء الله. اما بالنسبه للسعر تاع هوليوود 2 راهي بسعر 16 مليون و800 مع النقل والتركيب ل 58 ولايه. نعاود نذكركم هذه غرفه نوم راهي امباروش حاجه ما شاء الله، حاجه سوليد. لا فينيسيون تاعها راكم شفتوها خاوتنا، وعلى بالي بلي راح تنال اعجاب العديد من الناس خاوتنا. سينو خلونا اراكم في التعليقات، يعني نوتيوها سير شحال تمدوا لها من 10 خاوتنا. وشكرا لكم على حسن المتابعه، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وبعد الكلام سلام.